أعرفكم عن حالي، أنا اسمي محمد عماد الميداني، بتطوع بعدة مبادرات، بشتغل بعدة مؤسسات، ذكر منها ومؤسس مشروع صم المبدعون. مشروع صم المبدعون هو قائم على ترجمة المحتوى إلى المرئي إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى ذلك اللي هو تقديم دورات تدريبية مخصصة للصم. بشتغل بمؤسسات مثل مؤسسة الخدمات الإحصائية والاقتصادية، ترجمنا أول مساق إلى لغة الإشارة هو الإحصاء بلغة الإشارة، وأيضا الدليل في عالم التحليل. بإمكانكم تتابعوا هاي كل التفاصيل إن شاء الله، هنبعتكم إياها بإيميل مفصل مع أتاش بسيط. هو بداية الورش اليوم رح نحكي عن موضوع هيك قريب من نوعه شوي، هو لغة الإشارة وأهميتها بريادة الأعمال أو بعالم الأعمال. مثل ما بنعرف إنه في أشخاص كتير من الأشخاص الصم هن رواد أعمال. الأشخاص اللي معي بالمشروع مثل أستاذ حسن خازم، رشا خازم، بيشتغلوا بعدة مجالات، منهم مصمم أزياء ومنهم مصمم بتحرك شخصيات كرتونية. الوظيفة الأساسية لهم هن إنه يدوروا على وظيفة مناسبة لهم، يعني في مع لهم سوق عمل كتير كبير. فبالتالي هاي ذوي الإعاقة السمعية أو الأشخاص الصم هن كتير بحاجة لحتى يلاقوا فرصة عمل تأمن إياها وتأمن حياتهم المستقبلية وتأمن على حالها مثل أي شخص سامع، يقدروا يشتغلوا بمجال معين. طبعا هذا الشيء بيجي مع تدريبهم ويعني إثقال مهاراتهم بشيء معين وعملي، لأنه أغلب الصم عندنا بيقوم بدراسة المنهاج، حتى بالبكالوريا بيقوم بدراسة الأدبي، وهو مع أنه شخص حتى ما يكون شخص أدبي. تمام، هي مقدمة تعريفية بسيطة. لغة الإشارة هي من أجمل لغات العالم فينا أعتبرها، وهي مصنفة كمان عند الأمم المتحدة كأهم لغة بالعالم. لغة الإشارة العربية، رح نحكي بداية إنه نحن عندنا لغة الإشارة العربية هي لغة موحدة بالوطن العربي. نحن في عندنا أكثر من 300 لغة إشارة عربية موحدة، مو موحدة عفوا، أكثر من 300 لغة إشارة عربية. ليش أكثر من 300 لغة؟ لأنه موجود عندنا مثل ما بنعرف مختلفة الثقافة، مختلفة ثقافة المجتمع، مختلفة المناطق على حسب اللهجات، يعني مثل ما بنحكي نحن شامي، حلبي، حمصي، فممكن تكون الإشارات مختلفة. يعني مثلا عندنا اللحام، عندنا يا هيك بيجي المجزر تبعه بنشوف اللحام، هيك اللحام بيجي هاي الحركة إذا واضحة عنكم. تمام، أما عندنا اللحام بيجي لحمة، عم يطبخ كأنه عم يطبخ خارو. تمام، أوكي، فهي البداية. بالعالم ما لها مثل الإشارة العربية، يعني في إشارات كتير مختلفة، كل بلد لها إشارة خاصة لها. بس في عنا بأمريكا أو بفرنسا أو بكندا في عندهم شيء اسمه لغة الإشارة الأمريكية، هي أحيانا بتكون موحدة بهالبلدان. لغة الإشارة الأمريكية هي تقريبا الأحرف مختلفة تماما عن الأحرف العربية، هدول بيجوا كلياتهم موحدين. أما بالإسباني وغيرها من البلدان كل وحدة إلا إشارة خاصة فيها. أوكي، أيضا رح نحكي عن بعد شوي رح نعرف عن حالنا بلغة الإشارة، كيف نقول اسمنا بلغة الإشارة، شو هي الأرقام، كيف أقدر أقول عمري، وكيف أقدر أتواصل مع الشخص الأصل. رح نحكي بداية إنه كيف أقدر أنا بغي أتواصل مع الشخص الأصل. التواصل مع الشخص الأصل كتير سهل، هو نحن دائما نفكر إنه شغلة كتير صعبة، ونفكر إنه والله ما بيعرف يقرأ الكلمة مثلا، ما بيعرف يتواصل معنا أو بإشارات معينة هنا نحن ما نتواصل معه. لا، بالعكس، هذا الشيء كتير بسيط وكتير سهل إنه نقدر نحن نتواصل مع الشخص الأصل كأنه شخص سامع قدامنا عم نحكي معه. وأحيانا ليش؟ لأنه لغة الإشارة معتمدة
على تعابيب الوش وحركة الجسد وحركة الشفاه. يعني أنا لما بدي أقول أي إشارة معينة أو أي شيء من الأشخاص أو أي أنا بدي أعبر عن إني أنا زعلان، فلما بقول أنا زعلان بدي أقول أنا زعلان، تمام؟ فبعطي تعبير للوجه وأيضا بعطي تعبير إنه أنا زعلان، فبأتسر حالي إنه أنا بعطي تعبير إنه أنا زعلان. طيب إذا في أنا صادفت بالطريق أي شخص أصاب، طيب أنا كيف بدي أقدر أتواصل معه؟ بعصر التكنولوجيا موجودة الموبايلات أكيد 100%، فينا نكتب نوت، أوكي نفتح النوت ونكتب له مثلا انا اسمي كذا حابب اتعرف عليك، اوكي انا مثلا شخص عم بسمع منك بس ما بعرف لغه الاشاره. هلا هو بيسالك انه اذا انت بتعرف لغه اشاره او لا، بتقول له لا. فهو في عندهم بعض الاشخاص هن متعلمين وبعض الاشخاص لا، فمن الطبيعي انه نحن نتواصل معهم بلغتهم. هلا رح نحف نتواصل كيف حابب عن حالنا. حنبلش أول شيء كيف نقدر نقول أحرف لغة الإشارة هي نفس الأحرف الأبجدية، كيف نبلش نعملها بالإشارة. أوكي مثل ما قلت أنا أنه بالوطن العربي هي لغة موحدة، يعني نفس الأساسيات نفس الأحرف الأبجد نفس الأرقام نفس الحكي التواصل، ولكن هي بتكون مختلفة فقط بالإشارات والثقافة. يعني أنه شلون أنا وين عايش الصوت بثقافته مختلفة، أنا عايش بمصر، فمصر في إلى قاموس خاص بلغة الإشارة، نحن في عندنا قاموس خاص لأنه هو موحد بالوطن العربي كامل، تمام؟ بس لكن مصر صار في إلى قاموس مفصل عنا، وغيرها من البلدان العربية بلشت تشتغل على هذا الموضوع ليكون في إلى قاموس خاص، قاموس إشاري خاص لإلهم. رح نبلش هلأ بالحرف الأبجدية. أوكي، أو في أي حد من الأشخاص حابب أسألكم هذا السؤال، في أي حد من خاص اللي نحن موجودين هلا معنا قابل شخص أصلاً، كيف كانت طريقة التفاعل معه أو كيف قدرتوا تتواصلوا معه؟ معلومة صغيرة، نحن بدمشق وفينا نقول بسوريا كانت من زمان حتى نقدر نطلع بقاموس الإشارة العربي الموحد بعد اتفاق العديد من البلدان العربية كلياتنا تقريبا، هذا الشيء بأعوام 1980 أو 86، تمام؟ بالثمانينات، فالمالي متذكر التاريخ بالضبط، ولكن بالثمانينات قدروا يطلعوا يجتمعوا مع أشخاص الصم حتى هن يطلعوا بقاموس. يعني أنا شفت حركة معينة من الشخص الأصم نعتمد هاي الإشارة، يعني عمل الشخص الأصم أوكي معناته خلاص أنا هاي الأوكي أنا بعتمد هيك إشارة أوكي، أو أنا مبسوط تمام، هاي سعيد أو صحة جيدة أنا ممكن أعبر فيها. أوكي. تمام، شكراً كتير لكم. حنبلش هلأ بأحرف الأبجدية، إذا فيكم أنتم تواصلوا معي كمان نرفع إيدينا اليمين كلياتنا مع بعض، هي اليمين فقط، يكون باطن الكف هيك لأنه ممكن يكون هيك الأرقام، أما باطن الكف هيك رح يكون فقط للأحرف، تمام؟ ونحن ما بنأشر بهاي الأحرف اللي بإيدينا غير الإيد واحدة هي الأحرف والأرقام. أوكي لنبلش. حنبلش بحرف الألف. ألف باء، الباء لنقطة، التاء نقطتين، التاء ثلاث نقاط. أوكي ألف باء تاء تاء. حرف الجيم هو بيشبه حرف الجيم هون، رح نبين له اياها هيك. اوكي هي حرف النقطة فينا نميزها. اوكي هيك هي القوس تبعه مع النقطة هون. اوكي تمام واضح عند الكل. هلا الحاء ما له نقطة فبالتالي بيطلع لعند القوس تبعه. الخاء فوق منه، هاي النقطة نفسها هيك فينا نوصلكم اياها هيك كمان، هي الخاء. اوكي الخاء. هلا بعد منه الراء، حرف الراء بيكون بيشبه حرف الراء اذا شايفينه تمام. الزال معه نقطة،
اي حافز زول نفسه يكون هيك قوس حافز زول نفع صانع مصاني عنده تمام حافز زول اوكي حف الدال مش راح حف الدال تمام هيك اوكي نزل شوي لعندي اوكي الدال له نقطة اسبان صان هون هون اوكي هلا بعد الدال راح يكون في الطه هاي الطه هلا سامحوني اذا ما كانوا بالترتيب الاحرف ف ما لحفظهم بالترتيب فحفظهم كلغه اشاره ف تمام هي حرف الطاء والظاء نفس الطاء لازم يكون مبين عندي طاب تبعه هي الطاء والظاء واضح اوكي حرف الظاء اوكي هلا حرف الفاء هو نقطة واحدة بس هيك نكون عليها فاء فاء القاف القاف هو نقطتين نفس الفاء بس نجيب الثاني نحطهم جنب بعض عند الباب الابهام تمام فاء قاف هلا الكاف الكاف ايش بحرف في الكاف نفسه هاي الكاف هاي الكاف مع الهمزه تبعه الكاف الكاف في عندنا حرف السين هاي السين هيك الكاف وهي السين سين جنبه نفس الشيء حرف السين الاسنان هدول نفس الاسنان راح يكون بس نفتحهم شوي راح يصير في عندنا حرف الشين شين يعني لما بدنا نقول شمال شمال نقول جنوب جنوب هي بالاتجاهات شين هلا حرف اللام اللام شو حرف اللام الميم هو اخر اصبع هذول كلهم مضبوطين ميم اوكي الواو هي حرف الواو الواو اشبهها في الواو نفس الالف بس هي ما كانت مايله عفوا نسينا الصاد والضاد هلا بنحكيهم الواو اوكي هلا هاد حرف الضاد نفسه يكون هاد حرف الضاد هي حرف الصاد يكون مضبوط الصاد ضاد صاد ضاد صاد اوكي والواو اوكي الهاء هو كل الأصابع اللي عند الإبهام ببين معكم نفس الحرف الهاء أوكي الهاء والياء الياء تشبهوا أوكي هذا حرف الواو كمان بالإنجليزي أوكي هذا الياء ياء أوكي بدنا نقول ألف مقصورة هي نفسها ألف مقصورة تمام هي ألف نفس الياء ألف ما اسمع حركة لتحت بدنا نقول المادة نفسه حرف الألف نرسم المادة نرسم المادة بدنا نقول ألف فوق منها همزة نرسمها رسم همزة نفس الألف همزة تمام نفس الشيء الألف تحت منها همزة نرسمها رسم أو فينا نحركها هيك تمام أوكي أوكي تمام هي همزة على نبيع هي نفس حرف اللام همزة على نبيع تكون حركة اوكي هلا اذا بدي اقول لا لا نافية هي حرف الميم والالف هون السبابي هيك هي نفس بتشبه علامة الشيطان بس بدك تقول لا لا هيك مع الحركة لا هي لا نافية هلا هي هي دائما فكوا علامة الشيطان هي ما لها علامة الشيطان هي اشارة المحبة تمام هي معناتها بالانجليزي اساسا هي بتبلش بثلاث حروف يلي هن حرف الاي يلي بيشبه حرف الميم اي والال من كل اول حروف اللي هي من كلمه اي لاف يو هي من الاي والال والواي
تمام؟ فدمجوهم مع بعض صارت عندك I love you. تمام؟ هي إشارات المحبة دائما بيستعملوها الصون بكل أعماله. أوكي. أوكي. في عندنا العين والغين. تمام. في عندنا العين والغين. العين هو heart. بحرف العين. العين والغين. تمام؟ العين والغين. أوكي. تمام. وصلت الأحرف جميعا. كل الأحرف واضحة. الإشارة واضحة. واضح. تمام. أوكي. في سؤال من الأنسة أمينة اللي عم تسألنا إنه هل في كتب أو في أي قناة لتعلم لغة الإشارة؟ موجود. موجود بعض المصادر. بعطيكي هلأ نحن حاعطيكم المصادر جميعها. حارسلكم ياهن عبر الإيميل. مع الأبجدية والأرقام بملف خاص. بإيميل عند الأنسمح حتواصل مع الأنسمح بهذا الخصوص. أوكي. رح نحكي عن بعض المراجع. طيب حأحكي عن بعض المراجع اللي هي مثل الأستاذ ناجي زكارني. تمام. مترجم لغة إشارة موجود بقطر. تمام. إشارته كتير رائعة جدا. في عنا الأستاذ سمير سميرين موجود بالأردن. طبعا الأشخاص كلياتهم محترفين بلغة الإشارة يعني رائعين جدا. عندنا بسوريا الأستاذ هيثم دادو مترجم بلغة الإشارة الرئيسي بقناة سورية وأيضا بيشتغل بمترجم هو الأساسي هو خبير لغة الإشارة. وفي عندنا أيضا بالأستاذ هشام طرابيشي هو أستاذي وأيضا الأستاذ هيثم دادو أستاذي. كل جميع الأساتذة رائعين جدا. اوكي. هلا لغه الاشاره الخاصه فيني انا اخذها من اهلي، فاهلي بيتهم صم، وبالتالي انا كلياتهم تعلمت منهم لغه الاشاره. الارقام هلا حاليا الواحد نحن كنا عم نحكي انه باطن اليد لازم يكون هاي. وقت الارقام يكون هاي. اوكي. رح نبلش هلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نيل شوي سبعة ثمانية تسعة. هلا بدنا نقول عشرة دغري، ما بنقول واحد وعشرة صارت 11. العشرة هي عشرة أو نفسها هي لا نقولها هي عشرة اختصار عشرة 11 12 13. هلأ أنا حابب أقول اسمي بلغة الإشارة. أوكي. وكيف أقول عمي بلغة الإشارة؟ رح أقول أنا بس يكون واضح شوي نزل لك حاجة. أوكي. رح أقول أنا اسمي عتاد. لا أنا اسمي أي ماد. بقول الاسم الأحرف الأبجدية. بدي أقول الكلمة بعمل سبيس هيك بسيطة. تمام. ال مي دا ني. أوكي. تمام. هلأ بدي أقول أنا عمي بلغة الإشارة. هلأ رح نكمل الأرقام للعشرين. هلأ شفنا العشرة هي للمية للألوف. أوكي. عشرين هي اثنين 20 30 40 50 60 نفسه 70 80 90. هلا ال100 هي الواحد وصفين. 100 200 300 400 500 600 700 800 900. ال1000 هي واحد وثلاث اصفار. يعني فيني اقولها واحد اصفار بالايد الثانية. تمام؟ الالف. العشرة تالاف. المليون واحد مليون. مليار. تمام؟ اوكي.
هلا حابب اقول عمري بلغه اشاره. انا عمري او عمري يعني اقول عمري انا عمري 24 سنه تمام. انا عمري 24 سنه. اوكي اعرف عن نفسي بلغه الاشاره مره ثانيه. رح نحكي عن بعض التخصصات. لما بدي اقول انا مهندس، انا مهندس تخطيط، انا مهندس. اوكي انا دراستي اقتصاد برجع لغه الاشاره. كيف فينا نعبر اللي ما عنده تعابير لغه، ما عنده تعابير لغة؟ اوكي هيك مو بالضروره انت، بس انت بدك تحس بحس انه توصل الاحساس انه عندك انه والله زعلان تعبان مبين عندك، يعني مو ما يكون في تعابير على الشك انه تكون بس ان شاء الله دائما بتسميه اسي. اوكي بتمنى يكون وصلك الجواب. اذا كان تخصص ترجمه نفسه، ترجمه عم يترجم انجليزي، ترجمه انجليزي او فرنسي. رائد اعمال، انت شخص انا بقول عن شخص، حدده شخص كجديده هو بيشتغل، فكره مبدع، فكره تمام. نهايه المساق اصدقائي بتمنى بمجتمعنا عنا بسوريا ان شاء الله هيك بالمستقبل القريب انه يكون في عنا اشخاص عم تشتغل. نحن عم نحاول انه يكونوا في اشخاص انه ندمجهم مع فئه المجتمع ليقدروا فئه المجتمع الصناعيين طبعا لحتى يقدروا يشتغلوا بهذا الموضوع باي شركه معينه، كانت شركه خاصه او قطاع عام، يقدروا هم يوصلوا ويشتغلوا بمجالاتهم، يكون في لهم قوانين خاصه لهم، رواتب خاصه لهم، كثير مجالات معينه، برامج مختلفه تكون مخصصه لهم ان شاء الله تعالى. نحن عم نحاول كمان نشتغل على موضوع انه نوظف الشخص الاصم بالقطاع الخاص باي شركه معينه ممكن هي تعامله على حسب اختصاصه، يعني مثلا اي شخص عندي بيشتغل بمصمم ازياء، فلما اخذ الشخص هذا بوظفه بشركه بيشتغل بتصميم الازياء، هو بيرسم رسمات وبعض الامثله عنه، وحبعت لكم اسمه كمان واسماء اعضاء الفريق وكل شيء بيتعلق مشروع تقريبا الموقع صفحة يكون تلاقون عبر رابط على الإيميل. دول العربية. هلأ ممكن نحكي عن لبنان، مصر، سوريا هي عنا جمتين، سوريا الأردن تركيا هي على نفس الأمر تركيا، فلسطين نحط الاسم فلسطين تمام. اوكي بتمنى تكونوا استفدتوا ببعض الاشارات وتكون هيك وصلنا لغة الاشارة، وان شاء الله تكون هاي الورشة فادتكم جميعا، وبتشكركم كتير على حضوركم. شكرا كتير من قلبي. سلامات.